تفكرني خايف من هاي الرسالة السخيفة تبعتها للوالي السلطني. هاي إذا وصلت، على فرض وصلت، كم واحد راح يصدق؟ كم واحد راح يصدق قصتك؟ بس كلمتك دام كلمتي مين بيربح؟ سقف الشغلة تعمل شوية شوشرة وبتنام مثل ما كل فضيحة بتنام. قتل قائد درع وتهريب سلاح لجهة سا بعرف مين هي، بتسميهن فضيحة؟ على أي حال الفضيحة أبتنا بتضل متاكي البصاح، متاكي البصاح، متاكي لبصاحبها. مثلا الفضيحة اللي عملت لك هي مرتك القديمة. كيف حلوا لها؟ إن شاء الله بخير. البت والصبي قدرت تشوفين ولا لسا؟ ليه؟ إلك عندي عرض أحسن، رح بقوله مرة وحدي. عن إذنك هالخازوق الصغير، منتشارك الطريق، منتركين تمرقوا اللي زي بدكن ياه، وبتتركونا المرق اللي زي بدنا ياه. كفي كفي خلصها. تعرف شو شايف أنا قدامي هلا؟ الولد الصغير اللي كان يجي على ضيعتنا هو بيو، يبقى بيو يعيط ويصرخ عليه قدام العالم لأنه أبي يعرف يركب خيل. ولليوم بدك تثبت لبيك اللي صار تحت التراب إنك أحسن منه. تعرف شو؟ بيك أزلم منك.